السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد أسامة على منصة الاسكولة التعليمية. أهلا بكم كل متابعين الاسكولة الكرام. طبعا هنشتغل دلوقتي مع بعض يونت 7. مش عايز أقولك اليونت دوت من أهم اليونتس اللي موجود عندك، ممكن أقولك في حياتك كلها. طب ليه مستر في حياتك؟ لأن اليونت دوت معك في ثالثة إعدادي، أولى ثانوي، تانية ثانوي، وكمان ثالثة ثانوي، فلازم تركز فيه شوية. اليونت عشان الجرامر بتاعه كتير، مش هقول تقيل، كتير شويتين، هنقسمه على مرتين. هناخد زي ما عملنا قبل كده في يونت 5 لو تفتكر، هناخد برضه most important vocabulary، وكمان هناخد reading، وهناخد حته كده اسمها contrasting information. يعني ايه مستر contrasting information؟ ديت معلومات تناقض. يعني ايه برضه؟ يعني لما اجي اقول لك جملتين عكس بعض، يعني مثلا لما اجي اقول لك he is poor نقطه he is happy، النقطه دي ما انا هقول لك دلوقتي. he is poor معناها هو فقير نقطه، ما النجاح طبعا ملهاش معنى. he is happy هو سعيد. طب ما هو فقير وسعيد دول كونتراستنج، هو ده المطلوب. طب المطلوب نطبق ايه يا رجاله؟ المطلوب يا باشا ان انت تطبق معايا although و however. although معناها بالرغم من، و however معناها ومع ذلك. تعال ناخد جمله سهله جدا وهعلمك تحل كده على طول. لما اجي اقول لك although he is poor he is happy، معنى الجمله بالرغم ان هو فقير هو سعيد. حلو كده؟ حلو. ممكن اقلبها he is happy although he is poor، هو سعيد بالرغم انه فقير. فيها مشكلة؟ لا. خلاص يبقى انا كده عندي جملتين contrasted متناقضتين. حلو؟ تمام. طب المفروض اعمل ايه؟ هاجي اقول لك بقى although he is poor he is happy، عايز احط however. اول حاجة لازم نتفق فيها مع بعض، حاجة مهمة جدا، قول لي يا مستر. اول حاجة however دي ما تجيش ابدا في المنهج عندك، ما تجيش ابدا في اول الجملة. انا ليه بقول لك في المنهج عندك؟ لان انت هتعرف بعدين في الثانويه عامه ان هي ممكن تيجي في اول الجمله ويجي بعديها ادجكتيف. انسى الكلام ده مش عندك، بس معلومه لازم نقولها على السريع. يبقى انت عندك في المنهج however ما تجيش ابدا في اول الجمله، حتى لو هو جابها لي كابيتال. ايوه حتى لو هو جابها لك كابيتال. هقول لك ازاي. تعال نشوف الجمله اهي. although he is poor he is happy، عايزك تحط however. هقول لك على سر من غير ما تفكر، قول لي although جايه في الاول صح؟ جايه بعديها جمله اللي هي although he is happy صح؟ احفظ اللي بقوله. الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however. معنى كده نعكس الجمله؟ ايوه اعكس الجمله. طب هتبقى ازاي؟ he is poor however he is happy، بس كده الموضوع بالنسبه لي انتهى. يبقى لو انت حفظت الرول اللي انا بقولها لك دي، الجمله اللي بعد although تاني، الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however. حلو قوي. طب لو جاب لي however capital زي ما هي قدامي كده عادي، هتبقى هي الجملة، هتبقى he is poor نقطة، خلي الاتش ديت capital however he is happy. يبقى الفكرة كلها رجالة الجملة اللي بعد although ما تجيش بعد however. طب عندي ايه كمان ممكن يلخبطني؟ ممكن يجيب لك كلمة but معناها لكن. شفت احنا قلنا however ازاي؟ شفتها، هي but. معنى كده ان however هي but، برضو معنى كده الجملة اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد but او however. تعال نطبق الكلام دوت في الفيديو مع بعض. تعال بقى برضو نشوف اهم الكلمات. يعني هنا هنتكلم على جزء في الجرامر وكمان part 2، فالاتنين مكملين لبعض ان شاء الله. طيب اهم الكلمات برضو كالعادة لازم تبقى عارف ان مش دي كل الكلمات، لكن دي الكلمات المين الرئيسية. sports believe racket racket مش racket racket meaning referee اللي هو الحكم طبعا عارفينه referee. court خلي بالك كلمة دي مهمة، court اللي هو ملعب التنس. weather wooden خلي بالك similar to، خلي بالك من preposition مهمة أو similar to. fill دوت اللي هو يملأ. rubber اللي هو المطاط او كاوتش على فكرة، يعني الاثنين صح. pool حمام السباحة. wait tent هنعوزها بعد شوية. camping معسكر او يعسكر. rules throw score هنعوزها برضو. bottom cut off popular، وكمان معانا في الشرح بتاع النهاردة كلمة although اللي هي معناها بالرغم من. دي اهم الكلمات اللي موجودة في part 1، طبعا مش الكلمات كلها. تعال نشوف الريدنج ونعرف تاريخ التنس. طيب sports history تاريخ الرياضة. some experts طبعا انت عارف من بدري من اليونتس اللي فاتت ان experts ديت معناها خبراء. believe يعتقدوا او يؤمنوا او يصدقوا، اي معنى من الثلاثة يمشي.
That tennis was first an Egyptian sport. إن التنس دوت أصلاً كان رياضة مصرية. Because the word racket. لأن كلمة racket is very similar to. مشابهة لي. اللي بالك similar يجي مع to. The Arabic word rahat. يبقى لأن كلمة racket قريبة قوي من كلمة rahat اللي هي بالفرعنة طبعاً اللي هي الإيدين. Other people believe that it was invented. اخترعت by the French in the 11th or 12th century. ناس تانية بتقول لا ده تم اختراعها عن طريق الفرنسيين في القرن ال 11 او القرن ال 12. By the 13th century في القرن الثالث عشر there were as many as 1800 indoor court. نقف هنا شوية. خلي بال حضرتك indoor دي معناها داخلي يجي بعديها noun. لكن indoors برضو معناها داخلي بس ما يجيش معاها noun. نفس النظام لكلمة outdoor خارجي دي معناها خارجي برضو يجي بعديها noun لكن outdoors ما يجيش بعديها noun. هنا قلت لك indoor courts ملاعب داخلية. خلي بالك indoor هيجي بعديها noun لو قلت indoors هيجي في الآخر مش هيجي بعديها noun. So people didn't have to wear. خلي بالك ده هنعوزه part 2. Have to wait for. خلي بالك wait يجي بعديها for. Didn't have to wait for good weather. ما كانوش بيبقوا مستنيين ان الطقس يبقى كويس. ليه؟ لان هي ملاعب داخلية مغطاة يعني زي الصالة المغطاة كده اللي بيتلعب فيها التنس واللي بيتلعب فيها اليد واللي بيتلعب فيها كرة الطايرة طبعا والبينج بونج. Good weather in order to play. In order to دي يا شباب على السريع كده معناها لكي ولازم يجي بعديها الفيرب انفينيتيف. اكتب النوتس اللي احنا بنقولها دي. يبقى in order to لازم يجي بعديها الفيرب انفينيتيف. In those days في هذه الايام players had to hit لازم. خلي بالك had to برضه هنعوزها في الجرامر. Had to hit the ball with their hands. لازم يضرب او يشوط. يضرب او يشوط. The ball with their hands by 1500 بحلول 1500 سنة 1500 the game was played passive unit 3 اهو unit 3 يا شباب with a wooden racket. بعد كده بحلول سنة 1500 اللعبة دي اتلعبت ب wooden racket مضرب خشبي. طيب نكمل مع بعض حكاية التنس. The very first tennis ball were made from leather. كانت مصنوعة leather اللي هو الجلد filled with the horse hair وكانوا بيحطوا فيها اللي هو شعر الحصان كده or wool او بيحطوا فيها صوف. Today tennis balls are rubber. rubber اللي هي المطاط يبقى الرابر اللي هو المطاط and have to measure القياس بتاعها حوالي الرقم دوت سنتيمتر across the middle and we بيتزن الرقم دوت طبعا احنا بنقيس عن طريق الجرامات او الكيلو جرام. Basketball was invented in هننقل بقى على رياضة تانية اخترع سنة 1891. الناس اللي عندها مشكلة في الأرقام مش لازم تقول بالثاوزن لا ممكن تقول 1891. By a Canadian BE teacher. BE اللي هو مدرس تربية بدنية مدرس الألعاب اللي هي اختصار لكلمة physical education. James in that year he thought I must find هو قاعد يفكر بيقول I must find a new sport for my students. لازم الاقي رياضة للطلاب بتوعي to play in winter عشان يلعبوا في الصيف. Because it's too cold to play. على السريع كده يا شباب تعالى نطلع فوق سوا. To دي معناها جدا جدا لدرجة ألا لازم يجي بعديها adjective لازم يجي بعديها to بعدين infinitive. يبقى to دي معناها جدا لدرجة ألا يعني مثلا ما اجي اقول لك مثلا the tea is too hot to drink. الشاي سخن جدا لدرجة ألا ان انا مش قادر اشربه. خلاص كده يبقى to ديت لو جات لك تبقى عارف ان هي ايه اللي بيحصل يجي بعديها adjective بعد كده to بعدين infinitive. The new game could be played inside any weather. وكمان اللعبة ديت لازم تكون بتلعب inside داخل عكسها outside. Games tight. خلي بالك هنا tight دي معناها ربط اللي هي الماضي بتاع كلمة tie. tie two baskets two goals. الكلمة ديت محتاجينها قوي اللي هي العواميد. يبقى عمل basket كده على عمودين at each end of the court
وكلمه كورت برضو لسه قايلينها من شويه اللي هو ملعب التنس، مهم قوي برضو بالنسبه لي. A player had to throw. Throw معناها يرمي. The ball into the basket in order to score. يبقى لازم يرمي الكرة في الباسكت علشان يسجل. First في الأول before the bottom of the baskets were cut off قبل ما يشيلوها. A player had to take the ball out of the basket after he or she scored. معنى الكلام الأول الشبكة بتاعت الباسكت الكرة دلوقتي بتنزل منها. لا الشبكة دي كانت مقفولة. فبالتالي البلاير كان لازم يبدأ يقعد لما يجيب البوينت بتاعته أو الجول بتاعه لازم يطلع الكرة تاني. The game is now very popular. بقت محبوبة فعلا وهي جميلة. Although هنعوزها بعد شوية. Must practice على الرغم من ذلك. لازم تتمرن every day to be good at it علشان تقدر تكون كويس فيها. تعال نشوف الأسئلة بتاعت الريدنج بتاعتنا ايه. فكر وبعدين حاول تبدأ تحل معانا. The opposite عكس. خلي بالك. The يعني عكس ودوت طبعا كلمة تراكمية قديمة. The opposite of outside. عكس كلمة outside خلاص عرفت اللي هي تبقى inside. نقط showed the red card. هو مين اللي بيطلع الكارت الأحمر to the bad player. للاعب اللي بيعمل أي مشكلة. Fan يعني المعجب. Spectators اللي هم المشجعين برضو. Opponent اللي هو المنافس. Referee اللي هو الحكم. طب أني واحد بقى اللي طلع الكارت الأحمر؟ طبعا أكيد مش المشجعين، لازم يكون الحكم. I always not my students to work hard. أنا دايما بعمل إيه للطلبة علشان يعملوا بجد؟ طبعا الإجابة خدناها قبل كده. Encourage معناها يشجع. يبقى خلي بالك encourage معناها يشجع. You should not this bottle with clean water. لازم الإزازة دي تعمل فيها إيه بمية؟ طب نشوف أنا هنا عندي يقع مليانة ماضي يقع. طبعا أنا عايز كلمة يملأ. To play tennis عشان تلعب تنس you have to knock the ball with a racket. لازم تعمل إيه بالكورة مع الراكت؟ طبعا الإجابة حت لازم تضربها. To play tennis today you should hold your knot tightly. Tightly ديت معناها شباب بإحكام. يبقى tightly ديت معناها بإحكام. يبقى tightly معناها ها بإحكام يعني لازم تمسكها بطريقة كويسة. يبقى طبعا لازم أمسك إيه؟ لازم أمسك، مش هينفع أمسك الباسكت طبعا، لازم أمسك الراكت. وخلي بالك في فرق ما بين راكت وراكت اللي هو الصاروخ. Bits of metal or wood عبارة عن قطع أو ألواح من المعدن أو الخشب. طبعا الإجابة اللي هي البولز اللي هي العواميد اللي إحنا بنعمل بيها المخيمات. تعال نحل تاني. This where we can play tennis is called أو اسمه المكان اللي بلعب فيه تنس طبعا بقى اسمه court. ما ينفعش أقول play ground. المكان اللي بلعب فيه تنس ما ينفعش أقول عليه play ground، لازم أقول عليه court. We can hold up a tent. أقدر أرفع التنت اللي هي الخيمة عن طريق استخدام الفلوتس دوت اللي هو الناي. عارفين الناي اللي بيعمل مزيكا طبعا اللي هو زي اللي احنا خدناه في الدرس بتاع شم النسيم. ساينز اللي هي علامات طبعا ما قدميش غير البولز اللي هي العواميد. نمبر 10 we use not to measure weights. ايه هي الحاجه اللي احنا بنقيس بيها الاوزان؟ طبعا ما عنديش غير الجرامز او كيلو جرامز. Before eating we choose the ماضي بتاع choose. We choose the meals from that. بنختار الوجبات. خلي بالك طبعا الاجابه هنا منيو. طبعا عند مستر ليست ديت معناها قائمة. دي معناها قائمة بس في الغالب قائمة مشتريات. لكن الوجبات طبعا من قائمة الطعام. We need نقط to win a sports game. محتاجين ايه؟ grab دي معناها يخطف. طبعا انا مش محتاج اخطف. لا اخطف مين؟ انا محتاج ان انا score يحرز او يسجل. Hella's cousin is a very good. She will compete. Compete يعني ينافس. جاية من competition. لو انت عارف competition اللي هي المسابقة. In the Olympics. يبقى Hella's cousin is a very good not. She will compete in the Olympics. طبعا she is a very good athlete. لعبة ألعاب قوة. تعال بقى ناخد الجزء بتاع ده. ينفعني في situation وكمان ينفعني في سؤال الريرايت. وخلي بالك جزء سهل وبسيط. واليونت عشان قلنا الجرامر بتاعه كتير شوية فبرضو عملناه قسمناه على اتنين. Contrasting information. يعني ايه contrasting information؟ مثلا يعني هو فقير
لكنه مبسوط. ايه ده، هو في حد فقير مبسوط؟ ما هي دي بقى الكونتراستنج انفورميشن، دي المعلومه المتناقضه. باختصار جملتين عكس بعض ما يركبوش، اللي هو هو سريع بس خسر، ايه ده، هو ذكي قوي بس سقط، ايه في ايه، هو ده الكونتراستنج. يبقى الكونتراستنج انفورميشن ده يا شباب هو ده بالنسبه لي التناقض في المعلومه. طب بستخدم ايه؟ ممكن استخدم although معناها على الرغم من او بالرغم من، but طبعا معروفه، ولكن however معناها ومع ذلك. يبقى دول الثلاثه اللي انا بعبر بيهم على الكونتراستنج انفورميشن. تعالى بقى نشوفها ازاي هتبقى في سؤال الرايت، هعلمك بطريقه سهله جدا كالعاده بتاعتي. بص يا سيدي، احنا متفقين كده ان في سؤال الرايت كل حاجه ليها التركايه بتاعتها. لو انا جيت قلت لك مثلا، هناخد الجمله اللي فوق، انا كده هعلمك الطريقه بالظبط. although he is poor، بالرغم ان هو فقير، he is happy. يبقى بالرغم ان هو ايه يا شباب؟ بالرغم ان هو فقير، he is poor، he is happy. كويس كده؟ وقال لك حط however. خلي بالك، قال لك حط however. أول حاجة أعلمها لك، لازم تاخد بالك من اللي هنقوله ده كويس أوي. أول حاجة، أول رول معانا هنا، however دي لازم تكون في منتصف الجملة. يبقى أول حاجة معاك however لازم تكون في منتصف الجملة، حتى لو جات لك capital أو small. يبقى دي أول حاجة. يبقى هنا هتحط however إيه في النص. حلو كده؟ جات لك كابيتال او سمول ما عنديش مشكله، لو جات لك كابيتال او سمول ما عنديش مشكله. مستر نسيت الكومه او نسيت النقطه، برضو ما فيش مشكله، بتعدي في الامتحان، بس حاول تحافظ على البنك تويشن بتاعك. بص يا سيدي، قال لك هنا although he is poor he is happy. انا مش عايزك تفكر في معنى دلوقتي. شايف although دي؟ او شايفها، اشطب عليها خالص. هقول لك على سر مهم جدا، احفظ معايا الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however. تاني نكتبها هنا، الجمله اللي بعد although ما ينفعش تيجي بعد however، مستحيل. يبقى الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however. فين الجمله اللي بعد although؟ he is poor. تنفع تيجي هنا؟ لا، خلاص نزلها لي الناحيه الثانيه، والجمله البعيده ديت تنزل عادي خالص. بس كده انت بتشوف although فين، وتشوف الجمله اللي بعدها، وبعدها عن بعد however. ما ينفعش يجوا ورا بعض ابدا. ليه؟ لان الاثنين يا شباب عكس بعض. يبقى طالما الاثنين عكس بعض، احفظ القاعده اللي انا قلتها لك دلوقتي، الجمله اللي بعد although ما ينفعش ابدا تيجي بعد however. تعال نشوف اول جمله معانا. اول جمله هنا بقول لك although they arrived early they missed the bus. عادي جدا، قال لك حط however وكابيتال، الطبيعي ان انا احطها في النص. طب هعمل ايه تاني؟ قال لك الجمله اللي بعد although اهي جمله، اهي الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however. يبقى انا هحط they arrived early however they missed the bus. يبقى عشان يبقى معنى الجمله هم وصلوا بدري ومع ذلك كمان فاتهم الاتوبيس. اهي يبقى سهله، بيدويل نقطة، he lost the match معنى الجملة، هو لعب كويس، هو خسر الماتش، يبقى بالرغم من، ها؟ يبقى بالرغم من هو لعب، هو خسر الماتش بتاعه. بالشكل ده يا شباب خلصنا بارت 1 لـ يونت 7. ورجعنا بقى رجاله علشان نعمل السمري بتاعنا كالعادة، خلاص عرفنا الريدنج وكمان عرفنا الفوكاب، وأخيرا عرفنا ان شاء الله نحل although however. ما تنساش الجمله اللي بعد although ما تجيش ابدا بعد however، وما تنساش برضه however هي but. بالشكل دوت يبقى احنا خلصنا بارت 1. لو عندك اي كويستشن اكتب لي في الكومنت، هرد عليك على طول. see you في بارت 2.